السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي فلاشين حياة بيوتي. البنات جيت نحضر معكم اليوم لبس طيلة بدجاج. ثم كتشوفوا معايا المقادير كالتالي. ثم تشوفوا معايا عندي هنايا البصلة مقطعة، ثم كتشوفوا عندي هنايا الدجاج، عندي هنايا ورقة سيدنا موسى وجوج ديال التوم. انتم ما كتشوفوا معايا عندي هنا الكوكوت، غادي نضيف البصله ديالي. بسم الله. انتم البنات ضفت البصله كما كتشوفوا معايا، غادي نضيف الدجاج ديالي. بسم الله. ثم كتشوفوا الدجاج ديالي محيتوش نفريقو، المهم غادي يطيب. غادي ندير جوج فصول ديال التوم وورقة سيدنا موسى. بسم الله. هانتوما البنات، غادي نضيف الماء. العطريه غادي ندير الابزار وغندير سكنجبير وغادي ندير الملحه وغادي نخليهم فوق العافيه طيبه ليا 35 دقيقه يطيب ليا الدجاج ديالي. وخليكم معايا. انتما البنات كيما كتشوفوا معايا عندي هنايا الابزار وسكنجبير والملحه، دابا غنضيفهم. انتما البنات كيما كتشوفوا من بعد ما درت العطريه كامله، دابا غادي نسد عليه المغطى ديالي. ثم البنات سديت عليا الكوكوت ديالي، ثم كتشوفوا معايا الكوكوت ديالي مسدوده. غادي نخليها 35 دقيقه نشوف راه طاب اللحم الدجاج ديالي. هانتوما البنات كيما كتشوفوا معايا من بعد ما درت الدجاج ديالي طيب، من بعد ما درت الدجاج يطيب دابا غادي نقطع الزيتون كيما كتشوفوا. اللي عندها شوبينيون حتى هي ديروها، انا ما كنديروش مثلا ما تيعجبنيش. المهم غادي ندير انا الزيتون، اللي ما عندهاش شوبينيون دير غير الزيتون كيف ما كندير انا، واللي عندها ديرو. من بعد ما درت الدجاج اللي الدجاج كيطيب نقطع الزيتون دابا. كنقطعو دوائر، نتوما كتشوفو كنقطعو دوائر. البنات نتوما كتشوفو من بعد ما غادي نقطع الزيت ديال الزيتون وخليكم معايا. انتما البنات كما كتشوفوا من بعد ما الدجاج طايب وصفيتو وداك الماء ديالو ما غاديش نلوحو، غادي نطيب فيه الشعريه الصينيه. كما كتشوفوا معايا خديت هاد الشعريه الصينيه كما كتشوفوا، كور فيها هادو خمسه، كور فيها خمسه. المهم البنات غادي الماء اللي صفيت فيه الدجاج غادي نطيب فيه الشعريه الصينيه وخليكم معايا. انتما البنات من بعد ما كتشوفوا من بعد ما حطيت الشعريه الصينيه طيب داك المرق اللي طايب فيها الدجاج، طبعا غنقطع اللحم ديالي وخليكم معايا. انتما البنات من بعد ما هزيت اللحم ديال الدجاج حيت ليه العظام وحيت ليه خليت غير الهبره، انتما كتشوفوا خليت غير اللحم بوحدو اللي غادي نقطع دابا. انتما كتشوفوا معايا خليكم معايا. هانتوما البنات كيما كتشوفوا معايا دابا غادي نقطع اللحم الدجاج كما كتشوفوا، غادي نحاولوا ندير نقطعوه هكا، نحاولوا نقطعوه بطريفات صغار. اوكي البنات كما كتشوفوا الحين نفرتو هكا بغير بالموس لا واليدين، احسن تقطعيها هكا باش يبان هكا زوين، يبان بحال الحوت.
انتم اللي عندها كروبي تضيفها، اللي ما عندهاش بلاش دير غير هذا الشيء. انتم البنات كيما كتشوفوا غادي نحاول نفرتس هاد الدجاج كامل، وغادي نستمر بهذه الطريقة وخليكم معايا. انتم البنات كيما كتشوفوا من مقطع الدجاج طرائف صغيرة كما كتشوفوا في الفيديو، والزيتون كيف ما تشوفوا معايا. دابا غادي نمرو باش نصاوبو لاصوص. هانتوما البنات كيما كتشوفو معايا غادي نصاوب لاصوص ديالي. عندي هنايا القزبر معدنوس، عندي التحميرة الحلوة، عندي سكنجبير، عندي الكمون، عندي الإبزار والخرقوم والملحة، وعندي هنايا الحامض كيما كتشوفو معايا، سكو ديال الليمون ديال سيتشيليا، عندي العصير ديال الليمون كتشوفو معايا، الدجاج والزيت كما كتشوفوا. انتم البنات كما كتشوفوا عندي هنا حتى زيت العود، غادي نضيف الزيت العود البنات، غادي نضيف زيت العود وخليكم معايا. انتم البنات غادي نخلط الكل، هانتوما من بعد ما خلطت الكل دابا غادي ندير الماء ديال الحامض. البنات غادي نحطو فوق البوطة. هانتوما البنات من بعد ما حطيت لاصوص ديال فوق شوية البوطة كتشوفو معايا، تشوفو المرق اللي طايب فيها الدجاج هو هذا، نضيف فيه دابا الشعريه الصينيه. هانتوما البنات كيما كتشوفوا من بعد لاصوص ديالي كطيب، دابا غادي نهز المرق ديال كين طاب الدجاج ودابا كطيب فيه سميتو، كما كتشوفوا دزت عليه شويه المرق، دزت فيه شويه المرق ديال كين طاب الدجاج كين طاب الدجاج. هانتوما البنات كيما كتشوفو لاصوص ديالها درت ليها الدجاج والزيتون، دابا غنبقاو نخلطهم. هانتوما البنات كيما كتشوفو لاصوص ديالي نتوما كتشوفو معايا، درت ليها الدجاج والزيتون نتوما كتشوفو، دابا غادي نضيف ليها الشعرية الصينية، خليكم معايا. هانتوما البنات كيما كتشوفو معايا من بعد ما درت ليه الشعرية الصينية غيبان ليكم في الفيديو، درت الشعرية الصينية ثم كتشوفو. هانتوما البنات كيما كتشوفو درت الشعرية الصينية، صافي لاصوص ديالي الحشوة ديالي وجدات كتشوفو معايا. المهم البنات غادي نمرو الطريقة ان شاء الله. نقطة مهمة البنات خليوها شوية تبرد، خليوها تبرد شويه حيت غتقطع لكم الورقه من بعد ما تحطوها في الداخل ديالها، مازال عندي انا سخونه غنخليوها واحد شويه ان شاء الله وخليكم معايا. انتما البنات كما كتشوفوا عندي هنايا الورقه، عندي الورقه كما كتشوفوا معايا، عندي ورقه ديال الورقه تشوفوا كما كتشوفوا. غادي نهز واحد هزيت هاد الطاوة ديال الفران الكبيرة ثم كتشوفو معايا، غادي ندهن هاد المول بالزيت وخليكم معايا. انتوما من بعد ما دهنت المول ديالي بالزيت، انتوما البنات غادي نهز وحدة غادي نحطها هكا ثم كتشوفو. غادي نهز الثانية غادي نحطها هكا كما كتشوفو، غادي ندير ثلاثة غادي ندير ثلاثة الوسط
هانتوما كتشوفوا، هانتوما البنات هزيت ثلاثة درتهم في الطاوة ديالي. غادي نهز واحدة اخرى غادي نديرها الوسط، ثم كتشوفوا معايا ثلاثة، من بعد حطيت واحدة كاملة الوسط، ثم كتشوفوا معايا غادي نهز الحشوة ديالي، غادي نخلطها وغادي نديرها الوسط. البنات غادي نحاول نرتبها في هذا المقال ديال الداخل، كما كتشوفوا معايا تقدوها مزيان. عندي هنايا الفرماج ديال البيتزا موتزاريلا، نحاول نديرها الفوق تعطي لي واحد الطعم بنينه. ثم البنات من بعد ما درت الفرماج ديالي، ثم كتشوفوا غادي نحاول نزيد عليه واحده اخرى الفوق نغطيها، ثم كتشوفوا معايا هزيت بيضه، ثم كتشوفوا معايا غادي نطربها البنات مزيان، وغادي ندهن نخليها هكا هكا. ثم البنات كما كتشوفوا معايا نحاول ندير شويه الفوق هكا، ثم البنات من بعد ما غادي نحي نحطها هكا. غادي نحط هاد الجهه بسميتو بالبيض عفوا، وصافي البنات دهنت ليها وجهها بالصفر البيض شويه الزيت باش يكون اللون ديالها الذهبي، وغادي نشعل الفران 200 درجه بلات نخليوها حتى يسخن 200 درجه، وغادي ندخلوها الفران ردوا لها البارحين دغيا كطيب دغيا دغيا كطيب. المهم البنات غادي ندخل دابا الفران وخليكم معايا. هانتوما البنات كيما كتشوفوا من بعد ما وجدت ليا البسطيله ديالي، ثم كتشوفوا معايا مازال كاع في سميتو في المول ديالها سخون، يلا حيدتها في الفران ثم كتشوفوا معايا. درت الحامض اللي عجبكم ديروه، ثم كتشوفوا معايا البسطيله ديالي واجدات. قطعت معاكم واحد طريف وخليكم معايا. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما قطعت لكم واحد طريف، ثم كتشوفوا معايا البسطيله ديالي كتجي زوينه البنات، ان شاء الله جربوها تستحق التجربه البنات. البنات الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ليا اللايك، وما تنساوش الاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم للفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.